ادريس ما عرفت فين مشى كيخرج بلا ما يقول لي فين غادي. خاصو 3 سنين باش عاد يشوف لابي، وخاصو 5 سنين باش يجاوب. الو فينك؟ قهوة. واش كدير في القهوة؟ كيفاش كندير في القهوة؟ كنتفرج في كورة. دريس، دوك الفلوس اللي غادي تخسرهم في كاس القهوة كون جبت بهم هي على الأقل كيلو ديال التفاح اللي جايب لي بلاصتو الليمون، وانت عارفني أنا ما كيعجبنيش الليمون. صافي سكتينا، الله يرحم الوالدين. ياك نسكت؟ لا لا، الراجل ولا تيقمعني. اياه مقمعك وما يخلي لي قمعك. صافي دابا انا وليت زايده ناقصه في هاد الدار هادياك. اوكي، شوف شكون غتخرج معاك، شوف شكون غادي تبقى تهضر معاك، شوف شكون غتبقى تصون عليك وتسول فيك وتبقى تهضر بزاف د الحوايج تعاودهم لك، شوف شكون غادي تنوض معاك الكوزينه من تكون كطيب وتبقى تعاونك. ما كاينه شي حاجه اختي، انا قالصه مع الدراري. اختي صافي ياك، زيد شي حاجه واقيلا راك مازال ما قلتيهاش. صافي والله الا راه زلقات ليا وصافي، راه كنت مع الدراري جالسين وراك عارفه لاعبين كنتفرجوا في كوره وداك الشيء وهذا ولاعبين كارطه، وما لقيتش كيفاش ندير هذا الروجه. ديك اختي زلقات مع هذا، زلقات. صافي زلقات لك، ولاو كيزلقوا لك لحقاش، ولاو كيتخلطوا لك العرارم، ما بقيتيش كتفرق بين اختك وماك وخالتك وتقول لك كتجمع معاهم صحابك، راني ما عارفاش. صافي دابا فهمينا شحال فيك تمشيه ديال النقير. انا فيا نقير. صافي زدتي فيه، وحق العالي لعدهم، وباش كيحلفوا الرجاله اللي عندهم لو موستاش الا غادي نجمع مافاليز وغنمشي نغضب دار بابا. يلا سير يلا واخا. ياك غير مشي، كنتي باغيني غير مشي، كتسناني غير نقولها. ياك والله الا مشيت يلا حتى انا درتها غير بالعند باش نشوف شنو غادي دير. وليك على نهار كي داير مالو كي جا زوين 32 درجة الحرارة، رياح معتدلة، البحر ما عايش، خاصنا شي كليسة تماك وتجيب ديك كيلو ديال التفاح اللي خلصتي بفلوسو من القهوة. سيري تكلمي لبابا راه ولي ديك البحر. ليلى يعطيكم شي وحدة بحال هادي خارجة عليا في كلشي. شو كيوليت شو متى تطيب متى تعجن متى تصبل متى شي لعبه وعايشه وكتغوت وكتنقر النقير يا اخويا.